اهلا بحضراتكم من جديد. لا صوت يعلو فوق صوت الرياضه الان الحقيقه يعني، وفرحه المصريين بهذا الانجاز وهذا الانتصار اللي حققه رجالتنا واللي ان شاء الله يكملوه. محتاجين حتى واحنا بنتناقش ده جزء من الدعم ليهم وجزء من الاهتمام بيهم. خلونا نرحب بضيوفنا في هذه الفقره. والحقيقه لما بحب اتكلم عن الرياضه او بنعمل فقره عن الرياضه فانا ببقى منحاز ليه. احنا عندنا كتاب ونقاد رياضيين شباب هايلين يعني، والمستقبل ليهم ان شاء الله. ده مش انحياز او مش يعني كلام في الهواء، انتوا هتشوفوا بنفسكم وتحكموا وربنا يستر عليهم ان شاء الله. خلونا نرحب بناقدنا الرياضي والكاتب الصحفي محمد يحيى يوسف. اهلا بيك، منورني. اهلا بيك يا دكتور، ومبسوط والله ان انا يعني معاك اول مره. بشكرك، بشكرك جدا، ومبسوط ان انت دخلت مجال الرياضه. ما هنعمل ايه، مضطر بقى يعني، مجبر اخاك لبطل. والكاتب الصحفية والناقده الرياضيه نورهان طمان. اهلا بيك نورهان، منورانا. اهلا بيك يا دكتور، اهلا بيك. هنبدا بنورهان ويعني نديها فرصه. نديها فرصه. طب انا يعني حوارنا الاول، رايكم في الحاله اللي كانت موجوده امبارح في المباراه مع الكاميرون، ولما بسالكم عن الحاله مش بسال عن حاله الفرحه، عن الحاله الفنيه اللي كان فريقنا عليها وازاي اجتزنا هذه العقبه. طبعا في البدايه انا شايفه انه المباراه مرت بعده مراحل. الشوط الاول كان شوط امتصاص حماس اصحاب الارض، وهم نازلين بدفعه معنويه كبيره، وكان في حماس. يمكن احنا شفناه لما احنا شفنا مثلا في 2019 لما مصر كانت منظمه وفي نفس الوقت مشاركه في البطوله. الارض وعمل الارض والجمهور دايما بيخلي اللاعبين او الشوط الاول دايما بتاع الفريق صاحب الارض، صاحب الارض. الشوط الثاني دايما بتاع المدربين. فالمباراه اتنقلت من كذا مرحله. المرحله الاولى الكاميرون كانت اكتر يعني هجوما وسيطره، ومنتخب مصر كان بيمتص الحماس ده طول الوقت. انا يعني انا اتصور انه كان مقصود. طبعا منتخب مصر كان جاي من مباراه 120 دقيقه، العامل البدني مهم قوي كان وقتها توزيعه، انه يتم توزيع العامل البدني على كل المباراه، خصوصا انه كان برضه محطوط في الاعتبار ان احنا احتمال ومع احتماليه نروح تاني لشوط اضافي وضربات جزاء. فانا في رايي انه المباراه مرت بعده مراحل. منتخب مصر قدر في الشوط الثاني ان هو يفرض سيطرته بشكل كبير، وان هو يهبط زي ما بيقولوا كده عزيمه المنتخب الكاميروني، وخد خلاص طبعا حساسيه الجمهور، ما بقاش فيه رهبه. كمان بقى اللعيبه بتشوف اللي بيعمله الحكم، وبقت هي كمان بتتكيف عليه. يعني بقينا نشوف اللعيبه بتاخد بالها وهي في مثلا هجمه، فاللاعب المدافع بياخد باله جدا ويحط ايده ورا ظهره علشان ما فيش كره ممكن يبقى فيها لبس، فعارفين ان بكاري جسامه هيروح مسافر على طول، يعني مستني، ما فيهاش كلام. هيسافر يعني، هيسافر يعني، مفضوح جدا. حكم يعني انا حكم مشبوه يعني حكم مشبوه حقيقي. طيب هنيجي للشكايه، هنيجي للحكايه. بلاش مشبوه ده عشان هيجي عندنا يعني. فيعني اللعيبه كانوا عارفين كويس انه يعني واخدين احتياطهم الحكم كويس في معظم فترات المباراه. فزي ما قلت لك كارلوس كيروش يمكن حتى في تغييراته كان ما تسرعش، يعني كان في تغييرات طبعا بخلاف التغيير بتاع محمد شريف في الاخر. انما خط سير المباراه كله التغييرات كانت يعني انا بشوف ان هي كان في محلها. هو فكر كويس يمكن فيما هو قدام، يعني هو برضو ما بصش للمباراه في وقتها الحالي، رغم ان احنا كنا نحسمها على فكره في اكتر من لقطه. يمكن كان اخرها اللقطه بتاعت رمضان صبحي لما اخترق دفاعات الكاميرون وعمل عرضيه، ولكن للاسف يمكن ما كانش فيه توفيق، وفي انفراد كمان لمحمد صلاح. صحيح. لا، صوره صلاح لما الانفراد ده راح ضاع منه، يعني صوره فيها وروا لنا يا جماعه الصوره دي عند حضراتكم. طب خلينا نروح لمحمد. هي بتتكلم على ان تغيير شريف ما كانش يعني موفق. لا، انا شايف يعني مختلف معاه في النقطه دي. انا شايفه كان موفق جدا. انت بتبص دلوقتي بحسابات الورقه والقلم، تمام؟ حسابات الورقه والقلم
محمد شريف مضيع قبل كده ضربة جزاء مع المنتخب في كاس العرب ومضيع مع النادي الاهلي قبل كده ضربة جزاء، فبالتالي هو مش مؤهل ان هو يشوط ضربة جزاء. فكان من كارلس كيروش ان هو يغيره عشان ينزل زيزو اللي هو بيجيد ضربات الجزاء ودايما بيبدا مع المنتخب كويس جدا طبعا يعني فطبعا كانت دي نقطه مهمه التغيير. حتى يعني كلنا قعدت افكر كده احنا دي الصوره اللي كنا بنتكلم عليها بتاعت صلاح بالظبط، يعني الانفراد راح فهو طلع الارض في ايده طبعا 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 فطبعا محمد شريف انا قعدت افكر لو كان هيخرج بديل او مين اللي كان يخرج بديل لزيزو عشان زيزو يخش، قعدت افكر مفيش غير محمود حمدي الونش كان باقي 3 دقايق. فطبعا يعني كارلوس كيروش فكر طب انا لو الثلاث دقايق دول سحبت الونش دلوقتي كمدافع عشان خاطر انزل زيزو يعتبر يعني جناح ايمن او في وسط الملعب، هل ده لو جت جون فيا مش يبقى انا هلبس الليله كلها ماشي الليله؟ فطبعا كان صعب لان كل الناس بتشوط كويس الا محمد شريف. فلما نزل دوت انا شايف ان التغيير عاديه عشان خلاص انت بتفكر في ضربات جزاء. صحيح ان لسه منزلك ما بقاليش 10 دقائق او حاجه ما لحقتش تلمس الكوره، بس في نفس الوقت انا مش شايفها يعني جديده، خاصه مانويل جوزيه في النادي الاهلي عملها قبل كده وكان تغيير محمد عبد الله على ما اتذكر نزله وبعد 10 دقائق مطلعه تاني. فهي دي التغيير ما بتحصلش المفروض في كوره انا معاك، بس في حزبه عاطفيه كده بعض الناس اتكلموا بيها في مسائل التغيير. شريف وقال لك ان انت بتحبطه وبتضيعه نفسيا، هي ممكن هل الحزبه دي هو تنفع فكر فيها؟ لا واحنا داخلين في بطوله باسم البلد بالظبط هيبقى مين اللي هيشيل ما ينفعنا ايه محمد شريف نفسيته هتنفعنا كده. فهو كان حسابه انه ينزل يستغل سرعته يقدر يجيب جون في اخر دقائق، لما لقى ان ده ما حصلش فسحبه عشان خاطر خلاص بقى احنا داخلين ضربات الجزاء. فانت يا محمد شريف عندك مشكله مع ضربات الجزاء سواء في كاس العرب مع المنتخب نفسه او مع النادي الاهلي، فبالتالي ما فيش خلاص حزب التعاطف دلوقتي. حتى الترتيب بتاع ضربات الجزاء بيبقى محدد مسبقا من الاقوى للاقل مثلا او حاجه عشان خاطر اللي يبقى خايف يخليه في الاخر. طب احنا عندنا صورتين عايز اخد رايك فيهم. يعني صوره الازازه شباب طبعا 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 مش على طريقه يعني هات الازازه اقعد لاعب لي يعني لكن لا هي الصوره دي افضلها لا انا بس عايز افض ايه فكره لانه الكلام اللي بيتقال انه الحضري كاتب لي ابو جبل. طيب انا بقول لك اللي اتقال فانت صح الصوره، انا مش جايب الصوره عشان اكدها لان انا الحقيقه ما اقتنعتش بالحكايه انه الحضري كاتب على ورقه على الازازه اسماء لاعيبه الكاميرون وكل واحد بيشوط ازاي في ضربه الجزاء ارقامهم وبعدين بعد كده ابو جبل بيبص في الصوره الثانيه بيبص على على بيشوف يعني ايه حقيقه الحكايه دي بالظبط. ده دور محلل الاداء اسمه محمود سليم، ده مصري مع ضمن الجهاز الفني المنتخب الوطني وهو بيحلل كل الاداء بتاع كل اللعيبه وبيحدد يشوف ده بيشوط في جبهه اليسرى او في جبهه اليمنى فوق ولا تحت على الارض من نتيجه التحليل بتاعت المباريات ان هم شايف اللعيبه دي قبل كده. يعني احنا الواقعه سليمه بس سليمة اللي عاملها سليمه بس كشفها زي ما نرام بتقول غلط، انت بتكشف سر من اسرار يعني الفوز بتوعك كمان. حتى بطوله نفسها ما خلصتش بالمناسبه يعني انت ممكن تلعب قدام السنغال يعني توقيت كشفها تلعب قدام السنغال وتروح لشوط اضافي وتلعب ضربه جزاء، بس ممكن يعملوا حيله تانية يعني مش هتقف. هي الفكره ان انت مركز بقى. لا انا دلوقتي اصل الفكره في ايه، المنافس دلوقتي بتاعك لو هو عارف او معاه الاحصائيه بتاعتك ان انت بتشوط دايما على اليمين فانا هشوط لك بقى على الشمال عشان خاطر ابقى توقيت فمن هنا يعني الكشف عنها ما كانش هي الكاميرات لقطتها، فلما الكاميرات لقطتها هم اللي اتكلموا عليها فبضطر ان الحضري سامي الحضري يمشي يقول الموضوع بخصوص لا عمل بوست عنده سامي الحضري عمل بوست عنده على انستجرام بس بعد ما الناس كانت نشرت بعد ما الناس كانت اتكلمت. انا 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 طول الوقت بشوف انه ولو افترضنا جدلا انه في ناس مش كلها الناس كلها مش دماغها مش زي بعض يعني ممكن في ناس تتصور انه دي ازازه في الحاجات اللي هي السحر او الحاجات اللي هي بتتعمل في الكوره، وده طبعا مش 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 صح انه الناس ممكن دماغها تروح لده. احنا طول الوقت بنتعامل مع القصه دي ان هو يا جماعه كره القدم ما ينفعش تدار بالشكل ده فيما يخص موضوع السحر والاعمال والحاجات دي بقى مش عايزه الحكايه دي. لا طبعا لا مش في العموم مش في المطلق في الكوره يعني في ناس بتروح تعمل ده طبعا بس هو يعني هو ما كانش حد غلب برضه صحيح يعني ما انا كنت رحت كل بطوله قعدت اعمل سحر واعمال وخدتها كلها كنا جبنا ميون الشلبي مثلا وسمير غانم 4-4 بالظبط فلا طبعا مش منطقي طيب. ومش منطقي ان هي تطلع بالشكل ده. طيب خلونا نطلع فاصل ونرجع لاستكمال مناقشتنا وهنروح بقى للمباراه الجايه ان شاء الله مش التمنيات يعني التمنيات معروفه
لكن التوقعات على أسس فني. بعد الفاصل نستكمل هذا الحوار. اهلا بحضراتكم من جديد، وهذا الحوار مع الناقده الرياضيه نورهان طمان والناقد الرياضي محمد يحيى يوسف. نورهان ما كانش عاجبها الكلام اللي بيقوله محمد عن شريف. باختصار طب هو نزله ليه من الاول؟ يعني كل الكلام اللي قاله استاذ محمد طبعا مع كامل احترامي وتقديري وحبي ليه، هو عارف ده كويس. جميل انك دخلت التاريخ النهارده انك قاعده. طبعا 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 هو عارف هو عارف انا هو ايوه يعني دخلنا كلها تاريخ عشان طبعا اتفضل. طب هو نزله ليه من الاول؟ وبعدين في جمله اتقالت برده بيقول هو كان عايز يفتح مساحات وما عملش ده، هو محمد شريف ما لحقش يعمل حاجه اصلا. يعني انا وانا قاعده بتفرج لقيت محمد شريف نزل وشويه محمد شريف طلع، يعني فعليا انا ما شفتش محمد شريف في الملعب اصلا، يعني ما شفتش ما لمستش كوره. فمن الاول انت ليه بتنزله؟ طيب بلس انه محمد شريف السي في بتاعه الهيستوري بتاعه مش كويس في ضربات الجزاء. تمام. كام حد يا يحيى، كام مدير فني نزل لعيب علشان ضربات الجزاء وما اتنصفش فيها؟ كام؟ خلي بالك سيبك ان الحمد لله زيزو عدت، بس هي زيزو احنا عارفين انه حصلت كام مره. ما فيش خلاف انتوا كده الحمد لله دخلتوا مود البرامج الرياضيه اللي هو ايه البرامج الافتراضيه اللي هو يعني مش هنضرب بعض، ما تخافش لا احنا احنا بنتكلم على النتيجه. انا بس عايز خلاص يعني بس كنت عايز اقولها صراحه اللي انت عايزه تقولي. هو طيب. في اختلاف يا دكتور ان زيزو من المتالقين جدا في ضربات الجزاء طبعا. زي ان ما فيش اختلاف ان ابو جبل كحارس مرمى من المتالقين في صد ضربات الجزاء. ما نزلوش من الاول برضو. طيب. ما نزلوش من الاول. هو كان لقى ان مصطفى محمد تعب. الخلاف ده نصفيه بعد الحلقه، لان انا عايز اخد رايكم الحقيقه في تقييم صلاح في هذه البطوله ككابتن بقى كليدر، يعني شخصيته. انا شايف ان في حاله مختلفه صلاح عاملها بالظبط. في حاله في حاله مختلفه طبعا في صلاح المره دي، خاصه من بعد او من قبل مباراه كوت ديفوار. حاله تغيرت تماما من ان واحد كان بيقول ان احنا ما لناش حظوظ في البطوله دي في اول مؤتمر صحفي ليه وتهاجم بشكل كبير جدا، لواحد بقى يلم اللعيبه كلها ويقدر ان هو يحفزهم ويحمسهم بشكل غير عادي، قدرنا ان احنا نوصل للنهائي. مفيش واحد كان يتوقع، لا بجمهور مصري ولا مصريين ولا كابتن الفرقه نفسه محمد صلاح ولا المدير الفني، قال ان احنا مرشحين نوصل النهائي. كون ان احنا بنوصل فده في حاجه حصلت في النص. لما لقى الهجوم اللعيبه لقت الهجوم عليها بشكل كبير جدا في الفتره الاخيره منتخب مصر، وطلع محمد صلاح قال يا جماعه احنا مش عايزين نقسمها جماهير انديه اهلي وزمالك واسماعيلي، عايزين نقسمها كلنا ورا منتخب مصر. دي كانت فكره قاعده، كانت فكره كويسه جدا، فكره رائعه. ويعني بدات ان احنا بالفعل كله يبقى مش ورا الخط دوت، ومش ان هو يقدر عايزين نغير الدنيا ماشيه ازاي، وان احنا عايزين ممكن نكسب وممكن نتاهل. ولما لعبنا الثلاث ماتشات كل ماتش فيهم 120 دقيقه بنكسب فيهم الحمد لله، دي كانت بالنسبه لنا كانت نقطه فارقه جدا. وخلاص وصلنا للنهائي وبقينا طمعانين كمان ان شاء الله ان احنا ناخد البطوله. ده ما كانش موجود في اول قصه. ده حصل نتيجه تحميس اللاعبين الزياده عن نفسه على الحد من كباتن الفريق، مش محمد صلاح بس، لا محمد صلاح واحمد حجازي والشناوي، لعيبه كتيره جدا من كباتن الفريق اللي هم كان معاهم الجيل الجديد زي محمد عبد المنعم وزي في امام عاشور، مزيد من الثقه يعني. مش كان لسه مش عارفين يعني منتخب. ما جربوش برضو الصراحه، ما شافوش جيل الفرحه بتاعنا في 2006 و8 و10 اللي هم كانوا بيحققوا بطولات، ما هقوش ان هم يقدروا ينجحوا بحاجه زي كده. لما حمسوهم بقوه وبداوا يشوفوا ان هم بالفعل ان هو قريبين مش بعيد، وان الناس بتخاف لسه من اسم مصر ومن اسم منتخب مصر، فسخنوا في الموضوع مشي، فبقت حاجه كويسه الحمد لله. صحيح. انت قلت انه اكثر نضجا.
انا عايز اقول حاجه، انا من الناس اللي ما كنتش مرحبه قوي بفكره ان محمد صلاح يبقى الكابتن. يعني عشان انا طول الوقت بشوف ان في كوره فيها نفسيات، فيها لا انا اقدم، لا انا اديت اكتر، او كل واحد بيبقى شايف نفسه هو الاحق، خصوصا لو هي ماشيه بالاقدميه طول العمر، يعني من ساعه ما وعينا على الدنيا وهي ماشيه بالاقدميه. ولكن انا بعترف ان انا رايي اتغير، مش بس عشان صعدنا نهائي. لا، رايي اتغير عشان الاداء اللي حصل. رايي اتغير لسببين. اولا قاعده الاقدميه، بعد التفكير كده بسيط اكتشفت انه الاقدميه ولا النجوميه. يعني انا احقق، او محمد صلاح يحقق كل اللي حققه ده في اوروبا، وفي النهاية يجي عشان قاعدة كده اسمها الأدمية ما يبقاش كابتن منتخب مصر. على الرغم ان هو بالمناسبة من هدافين منتخب مصر، ومش بس عشان هو حقق بره أرقام كبيرة، لا هو حقق كمان مع منتخب مصر أرقام كتير فردية. هو للأسف محمد صلاح ما حققش بطولة قبل كده مع منتخب مصر، حظه بس يعني انه لأن وصلنا نهائي في 2017 وكان ممكن يكون معاه كأس أمم في البطولة دي. ولكن أنا بعترف ان أنا رأيي اتغير في القصة للسبب ده الأولاني. السبب الثاني، محمد صلاح نفسه أداؤه كقائد مختلف كتير قوي عن كباتن كتير شفناه. احنا كنا بنشوف طول الوقت الـ 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 الكابتن بيزعق او لازم يزعق، يعني انت عامل كده وانت مش عارف، لازم طول الوقت قاعد بيزعق في الملعب. مش محتاج محمد صلاح. حقيقي محمد صلاح اولا هو واضح ان هو من سماته الشخصيه ان هو شخص هادي، مش شخص عصبي او بيزعق كتير. فمن الواضح انه التعليمات او التوجيهات اللي بيوجهها للعيبه في الملعب انت ممكن ما تشوفهاش، بس هتحسها بعد كده. يعني شفنا مثلا، وكمان كلامه مع الحكم، يعني كلامه مع الحكم كان مؤثر جدا. الحكم لو تلاحظ حتى كمان في كرات كان بيبقى على محمد صلاح كان ممكن يحتاج انذار فيها، الحكم نفسه عنده رهبه ان يديله. أيوة طبعا، لان هيتحسب انه اخطا في حق محمد صلاح، فالعالم كله هيشوف. العالم كله شايف. لا، وهو المشهد اللي حصل بينهم يا جماعه، الصوره اعتقد دي هو الحكم، يعني مش ناقص يعني اصابات، هو نفسه يعني. بس كمان ده بتهيألي الصوره دي تنهي عليه يعني. بس انا عايز اقول حاجه، الحكم برضو خد بالك لو احنا بصينا مفيش حاجه حسبها خطا على مصر امبارح. يعني ممكن يكون في تحيز حجم المباراه ضد، هو حجم المباراه يعني الصوره دي المشهد حجم المباراه طبعا. وخلي بالك هو عارف كمان صلاح، يعني مع طبعا مع احترامي الكامل لكل اللعيبه، صلاح عارف ازاي يعترض من غير ما يتمسك عليه حاجه. يعني احنا على فكره المهاره دي قليله عندنا شويه، قليله عندنا شخصيه. لا ما انت لكن هو بس هو عنده خلفيه اخرى، تربيه اخرى، يعني طبعًا في الاحتراف طبعًا. هو كمان فكره ان الحكم نفسه، يمكن لو احنا بصينا مفيش مثلا ضربة جزاء ما اتحسبتلناش، او ضربة جزاء اتحسبت علينا، مفيش جون دخل وما اتحسبش، مفيش يعني كورة ثابتة على خط المرمى حسبها علينا بشكل كانت خطر علينا. بس هو الفكرة ان يعني حتى كارلوس كلوش طلع تصريح من شوية بيقول يا جماعة ان انا ما عنديش مشكلة ان انا اتوقف، وان انا مبسوط ان عملت زي كده عشان اضحي من اجل منتخب مصر انه يكمل. هو دلوقتي بيتعامل هو زي خطف العين يعني من الحكم. خطف العين من الحكم عن اللعيبه بان هو بيطرده هو. فهو اتبسط من حاجه زي كده، قال لك ما عنديش مشكله، وضحى كده ضحيت عشان خاطر منتخب مصر. طيب احنا عندنا 5 دقائق، هناخد نقسمهم بالعدل يعني. لا 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 لا، ما هو احنا مش في المراس، مش في الفكره، مش حظ المسايين يعني، هم يعني في العداله يعني. توقعاتكم للمباراه اللي جايه، او بلاش نقول توقعات، سيناريوهات المباراه يعني ممكن تبقى ماشيه ازاي؟ انا اتصور وانا هسيبكم بعد المباراه ان شاء الله. انت انا اتصور دي أيوة. طالعه أيوة. انا اتصور ربنا يزن ان احنا هنمشي بسيناريو الماتش اللي فات. يعني توقعي، رغم ان انا مش بحب قوي فكره توقع النتيجه، اصل توقع النتيجه دي يعني حتى لو الفريق كويس، حتى لو احنا افضل من السنغال او العكس، الكره ملهاش ايه، ممكن النتيجه تيجي طبعا عكس، الكره ملهاش كبير خالص، كره طايشه لا قدر الله ممكن تقلب نتيجه او العكس يعني. فالتوقع نفسه انا مش معاه، انما اتصور انه كارلوس كيروش مش هيغير كتير في الاداء اللي كان عليه المنتخب امام الكابتن. لا ما هو مش مشكله، بس انا اقصد الخطه
بتتعمل، بس انت عارفه وجوده بيبقى فارق. اوكي بس هو في النهايه هو في النهايه يعني لا، احنا طبعا شفنا مدربين كتير اطردوا، هو في النهايه برضو قرار قراره يعني ما فيهاش كده، احنا شو يعني بيبقى في تواصل، مش بيبقى اي حد من دماغه خالص يعني. فالاداء شفت الفيديوهات اللي عملوها له وهو قاعد على الخط وبتاع وبيكشف راسه وده انت جاهي شبرا والله المصريين على طول قال لك وبتاع يعني خلاص حاله حماس غير طبيعيه يعني بتبقى وتحول كمان خلي بالك الجمهور نفسه تحول مع كارلوس كيروش مع ارتفاع او تصاعد الاداء للمنتخب، الجمهور بدا يحبه يعني. طيب يعني انت شايفه ان السيناريو هيبقى هيكون قريب نفس مباراه الكاميرون ونيجي بعدها بقى برضو نشوف احنا لا هتروحوا فين؟ هتروحوا فين؟ محمد قول لي هي انا شايفه انه نفس السيناريو. لا انا شايف ان ممكن مش هتوصل ل 120 دقيقه. ماتش بتهيألي هيخلص في الوقت الاساسي بتاعه. ماتش صعب مش سهل، لان خد بالك هي بخلاف ان هي منافسه ما بين منتخبين على الفوز بكاس افريقيا، هي في منافسه خاصه كمان تاني ما بين محمد صلاح وساديو ماني، اثنين مهاجمين بتوع نادي ليفربول اللي هم اصلا في منافسه بينهم شرسه وغير عاديه في قلب الفرقه. فالاثنين النهارده كل واحد عايز يثبت للتاني او يثبت لمدربه حتى يورجن كلوب ان هو الافضل، لان هو اللي رجع له بالبطوله. فبالتالي هتبقى منافسه شرسه جدا. ويمكن مشكله الماتش ده مش انا اللي كنت شايفه، اللي هيخسر هيروح ليورجن كلوب الاول خلي بالك. طبعا لا يمكن كمان يعني انا ما كنتش اتمنى ان احنا نقابل السنغال خالص، خاصه ان احنا عندنا بعد كده مباراتين كاس عالم رايح جاي. فالهو انت يعني دي صوره معبره جدا، هتبقى مخير يعني. هم دول كده ده كده ممكن تقولي مباراه الاخوه الاعداء. ايوه انت هتبقى مخير ما بين يعني اخوه الاعداء انت يعني كاس عالم، هم اصلا مش اخوه في لا انا فاهم لا يعني خلينا ايه بان هم في فريق واحد يعني. بس هو في النهايه انت هتبقى ساعات كده بنحاول نجود معاه الرياضه ونهائي الاخوه الاعداء وبتاع. انت هتبقى ما انتوا براحتكم بتقولوا اي حاجه يعني تبقى اي كلام لا هي الفكره انه احيانا بتبقى مثلا انت بتقول لنفسك ايه، ما هو انت مش معقول تكسب الماتشين مثلا، طب اكسب البطوله ولا صعد كاس عالم. والاثنين خلي بالك عند المصريين المره دي تحديدا مهمه جدا. طبعا. يعني وقت الجابون ما زعلناش قوي عشان طلعنا كاس عالم. احنا معانا السبع بطولات وخلاص وصلنا نهائي ما قصرناش والكلام ده كله، والفرحه كاس العالم ظهرت يعني. انما احنا خلاص طلعنا كاس عالم ورجع الناس رجعت تاني تطمع في كاس الامم الافريقيه انه هي في النهايه لقب. صحيح صعود كاس العالم طبعا شيء عظيم. لا وبعدين في كاس العالم المره دي في الاوضه اللي جنبنا في قطر يعني يعني خطوه صحيح. فالناس يعني هيبقى عزيز عليها. انا بالنسبه لي كان سفر روسيا احلى طبعا يعني. طيب ما هو كفايه اللي حصل هناك مثلا يعني اللي حصل هناك ما كانش لطيف خالص يعني ساعه روسيا كانت مشكله كبيره. انتوا ما بتحبوش التوقع بالارقام؟ ما بتحبوش صح؟ انا بصراحه ما يعني انا اتوقع ان منتخبنا طيب انا متمسكه برايك ضربات جزاء ضربات جزاء انت مصممه على السيناريو بتاع النتيجه لينا طبعا ان شاء الله. بس ما هي خرجت من الموضوع. لا مصر هتكسب ان شاء الله بس يعني الماتش مش هيخلص في ان شاء الله يعني. هو يمكن احنا النهائي اللي فات بتاع 2017 كان معانا اللي بيدربنا هي مستر هيكتور كوبر وده كان بيلقب بالمنحوس في النهائي. صحيح. احنا معانا المره دي كارلوس كيروش يمكن ما فاز ولا بطوله تقريبا، بس يعني عندنا امل ان هو يكون البطوله بتاعته الاولى وتكون بطولتنا اللي احنا ان شاء الله يكون شوكو حلو ان شاء الله يا عشان نكلمكم. بلاش شوكو حلو خاف منها قوي. لا خالص احنا ما فيش قدامنا غير ان نتفائل صحيح او نتمسك بالامل يعني وان شاء الله الفرحه دي تكمل يعني ان شاء الله، لانه الفريق يستحقها بالمجهود ده، وانه في نقاد رياضيين زيكم يستحقوها برضو ان شاء الله. بعد ما تخلص البطوله نبقى نشوف حكايه البرامج الرياضيه دي. ده لازم لانه لا انا لاحظت السياسه والرياضه دلوقتي بقت لا انا لاحظت امبارح حاجه ما اعرفش يعني توافقوني عليها ولا لا، انه اللي بيطلعوا في البرامج وكانه ايه يقول لك الفرق اللي احنا قابلناها مش في حالتها الطبيعيه. هو انت بتقلل ليه من يعني المنتخب عامل انجاز؟ هو انت اللي مش واخد ثقه في نفسك كويس. يعني ايه المشكله يعني يا سيدي؟ حتى لو انت احنا خلاص عملنا نتيجه
صحيح. فطالعين اللي هو ايه اصل مش في لا، وبالمناسبه احنا عملنا نتيجه وداع الفرق. لا لا أيوة. لا لا احنا عملنا الفرق مش عارف بقالنا كتير ما بنعملش وبالمناسبه وانت اكبر يعني اكتر دليل على ده ماتش المغرب. صحيح. من 2010 احنا ما عملناش الاداء ده. صحيح. بغض النظر احنا كنا بنكسب صعدنا كاس عالم بس ما كناش بنعمل الاداء ده مع هيكتور كوبا، لان كان اداؤه دفاعي شويه وكان دايما عليه اللوم. صحيح. فاحنا هنشوف حكايه برامج الرياضي دي لازم بس البطوله ان شاء الله. ان شاء الله لازم يبقى في فقره ان شاء الله. انا بشكرك جدا كانت صحفي والنقد الرياضي محمد يحيى يوسف، شكرا جزيلا. انا بشكر حضرتك دكتور وكنت مبسوط ان مع حضرتك ودايما كده حابب اقول لك قاعد في حكايه الرياضه دي. لا 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 يعني هو بالعكس هي شويه بس على فكره كده خلاص كده انت بتغزل عينك. لا 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 وبشكرك جدا يعني الناقد الرياضيه ان شاء الله يعني هتعملي سابت السياسه وراحت للرياضه فالحمد لله يعني الحمد لله سابت السياسه والحمد لله راحت الرياضه. السياسه ما خسرتهاش فربنا يسهل في الرياضه. بشكرك جدا نهان طمان وبشكر حضراتكم على متابعتكم لنا اليوم. نلتقي غدا ان شاء الله وتصبحون على وطن.